القدس.com رام الله فلسطين، أهلا بكم. بدء أعمال القمة العربية 24 في العاصمة القطرية صباح اليوم، وزعيم ائتلاف المعارضة السورية المستقيل معاد الخطيب يرأس وفد سوريا إلى القمة، وأمير قطر يدعو في الكلمة الافتتاحية للقمة إلى إنشاء صندوق لدعم القدس بقيمة مليار دولار بشكل فوري. رئيس الوزراء دكتور سلام فياض يعرض مشروع موازنة العام الحالي للمرة الأخيرة قبل تقديمها للرئيس للمصادقة عليها مع نهاية الشهر الجاري. عضو الكنيسة الإسرائيلية المتطرف موشي فيجلن يدعو لاقتحام المسجد الأقصى غدا، وذلك ضمن مراسم ما يسمى عيد الفصح اليهودي. إطلاق سراح سائح إسرائيلي وصديقته النرويجية اللذين اختطفا الجمعة الماضية في صحراء سيناء. مقتل 7 انتحاريين و5 ضباط في هجوم على قاعدة للشرطة شرق أفغانستان. وأخيراً يطرأ ارتفاع الملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلاتها السنوية، بينما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي في ساعات المساء. تحية لكم، إلى اللقاء. الموجز الرياضي من القدس دوت كوم، أهلا بكم. المنتخب الفلسطيني لكرة القدم يواجه نظيره الماليزي في لقاء ودي في العاصمة كوالالمبور ضمن تحضيرات المنتخب الوطني لخوض نهائيات كأس التحدي القادمة. في تصفيات القارة الآسيوية، المنتخب الياباني يسعى لتحقيق نقطة التعادل والتأهل مباشرة لكأس العالم عندما يسافر لمواجهة المنتخب الأردني، وقطر تسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من رحلتها لمواجهة كوريا الجنوبية. في أوروبا، تتجه الأنظار مساء اليوم صوب ملعب دو فرانس عندما تستضيف فرنسا ضيفتها إسبانيا بطلة العالم ضمن منافسات المجموعة التاسعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في البرازيل. في أمريكا الجنوبية، الأرجنتين تسعى لحصد النقاط كاملة لمواصلة الصدارة والاقتراب من نهائيات كأس العالم عندما تسافر لمواجهة بوليفيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. أخيراً، المنتخب الروسي يفرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المنتخب البرازيلي ضمن مباراة ودية أقيمت على ملعب ستانفورد بريدج بلندن. نهاية الموجز الرياضي، إلى اللقاء. الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. كشف رئيس الوزراء دكتور سلام فياض أمس خلال مناقشته المسودة النهائية لموازنة العام الحالي أن رواتب الموظفين الحكوميين بعملة الدولار ستشهد انخفاضاً بنسبة 19%، وذلك ضمن سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الحالي. ذكر الجهاز المركزي للإحصاء أمس أن الصادرات الفلسطينية شهدت ثباتاً خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، والتي بلغت قيمتها أكثر من 62 مليون دولار أمريكي. وقع الرئيس المصري محمد مرسي أمس قراراً بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الغذائية الفاخرة مثل الجمبري والكافيار والأناناس والأفوكادو ومنتجات بحرية أخرى بنسبة تصل إلى 40%. توصلت قبرص إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تحصل بموجبه على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو لتعم حالة من التفاؤل في أسواق الأسهم الأوروبية. وتنص حزمة الإنقاذ على إعادة هيكلية أكبر مصرفين في قبرص، بما يجنب الحكومة فرض ضريبة على الودائع. وأخيراً، أسعار العملات مقابل الشيكل.
أهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس دوت كوم. تناولت الصحف العربية والعالمية في أعدادها الصدر اليوم الثلاثاء عدة قضايا، جاء في مقدمتها مبادرة قطرية لدعم الاقتصاد الفلسطيني إلى جانب تواصل الدعم الأمريكي للمعارضة السورية، بالإضافة إلى الكشف عن أن توم وجيري من أصل فرعوني. البداية من صحيفة القدس الفلسطينية التي تحدثت عن تصريحات من مصادر مقربة من الوفد الفلسطيني إلى القمة العربية، قولها أن مبادرة قطرية مهمة سيتم الإعلان عنها في قمة الدوحة اليوم الثلاثاء، تتعلق بالمصالحة ودعم الاقتصاد والعملية السلمية وإعادة إعمار غزة. ننتقل إلى ملف السوري، حيث قالت صحيفة تشاينا ديلي الصينية أن البيت الأبيض تحدث عن مواصلة الولايات المتحدة دعمها للمعارضة السورية على الرغم من استقالة رئيسها معاذ الخطيب. وأضافت الصحيفة أن استقالة الخطيب لا تغير السياسة الأمريكية التي تدعم المعارضة والائتلاف الوطني المعارض. في السياق ذاته تحدثت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن تمكن دول عربية وتركية بمساعدة CIA الأمريكية من نقل مساعداتها العسكرية إلى مقاتلي المعارضة بشكل واضح خلال الشهور الأخيرة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الجسر الجوي السري لنقل الأسلحة والمعدات للقوات التي تقاتل ضد النظام. في شأن آخر، نقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن مصادر مسؤولة في ليبيا وعمان قولها بأن السلطنة قدمت الملاذ لأعضاء أسرة القذافي، ومن بينهم أرملته وابنته عائشة ونجله هنا بعل الذي فروا إلى الجزائر في تشرين الأول عام 2011. نختم بعيدا عن السياسة ومن صحيفة الأهرام المصرية تحديدا التي كتبت عنوانا تقول فيه: توم وجيري من أصل فرعوني قبل 3300 عام. وجاء في التفاصيل أن قدماء المصريين كانوا يرمزون لنزاع الحاكم وشعبه بنزاع القط والفأر، وكالعادة ينتصر الفأر في النهاية بمدلول انتصار الخير على الشر. نهاية هذه الجولة، تحية طيبة وأترككم مع أبرز ما نشرته الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.